شاركت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نور في الجلسة التي عقدتها السيدة الأولى لدولة الصين مع السيدات الأول الأفريقيات تحت موضوع الصين وأفريقيا يدا بيد من أجل مستقبل خال من السيدة. وما أن وصلت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نور مقر اللقاء وقعد على غرار نظيراتها الأفريقيات تعهدا منهن على النضال المشترك والتعاون المستمر والتضامن من أجل مكافحة السيدة والوقاية منه عبر التوعية المستمرة والرعاية الصحية. الجلسة التي حضرها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والنشطاء في مجال الصحة أكدت فيها السيدة الأولى لدولة الصين سفيرة النوايا الحسنة عزم بلادها للمضي قدما من أجل التغلب على هذا الوباء الفتاك الضار بصحة المجتمع، حيث أن الصين تلعب دورا كبيرا في مكافحة الإيدز، وجعلت التعليم العمل المحوري لمعالجة القضايا الصحية والبيئية، والاهتمام بالرياضة وغيرها كمسار من مسارات مكافحة السيدة. مشاركة السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نور في هذه الجلسة يؤكد نيتها الواضحة في العمل ويدخل ضمن نشاطاتها الرامية إلى معالجة المجتمع. وأكدت سفيرة النوايا الحسنة تقاسم بلادها النتائج المفيدة مع إفريقيا لجعل الناس يفهمون ما يجب معالجته ومحاولة التعبئة وحشد التأييد وخلق المجال للتغيير الاجتماعي. وأخيرا اتفقت السيدات الأول والسيدة الأولى لدولة الصين سفيرة النوايا الحسنة وعزموا على مواصلة توعية المجتمع وتوجيه المصابين بهدف فتح آفاق جديدة وتبادل الخبرات ونقل الخبرات الصينية إلى القارة الأفريقية للاستفادة منها. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative combien louable et notable de ma sœur Peng Liyan, qui a bien voulu, à travers cette rencontre, donner à la lutte. السيدات والسادة، أشجع هذه الفكرة الصينية والطيبة التي نعطي من خلالها هذا اللقاء أهمية للنضال ضد مرض السيدة ونضع خطة للتصدي لهذا الوباء الخطير والعمل جنوب جنوب، وإنه من خلال هذا اللقاء سوف نعمل على تضامن قوي مدعوم من العمل ومن قبل السيدات الأول للدول الأفريقية والسيدة الأولى لدولة الصين الشعبية، وهذا شرف مهم لنا بأن نعمل من أجل أن تكون القارة بعيدة من هذا الوباء والذي نعمل من أجل مكافحته منذ سنوات عديدة. في تشاد فإن الفحص الطبي لهذا المرض الفتاك يؤكد بأن هذا المرض بأنواعه المختلفة يتواجد بأكثر الأقاليم والأسر التشادية بدون أي تنوع، وإن التقرير الأخير حول الأسر الضعيفة يؤكد بأن المرأة والشباب والطفل هما الأكثر إصابة. ومن هنا فإن الحكومات والشركاء المانحين والفنيين كمنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة التابعة للصندوق الأمم المتحدة للسكان يعملان جنبا بجنب بكل جهودهم من أجل تمكين والعمل من أجل محاربة والتصدي والتخلص من هذا السيدا في تشاد. باعتباري سيدة أولى وناشطة في مجال الإنساني أعمل في إقامة مختلف الحملات لصالح الشباب والمرأة والقصر والأطفال لتقوية الجهود المشتركة. وباعتباري سيدة أولى ورئيسة لمؤسسة القلب الكبير نعمل أنا وفريقي في مختلف النشاطات من أجل تخفيف هذا الوباء ومن أجل تحقيق أجندتي التي تسمح للعمل من أجل التوعية والنضال ضد نقل هذا المرض الخطير من الأم إلى الطفل، ونسعى من أجل الصحة الإنجابية ونحارب هذا المرض، وأيضا نحارب ضد زواج الأطفال واستغلالية المرأة. السيدات الأول كل واحدة منا تعمل من أجل مرافقة الحكومات فيما يتعلق بالنضال ضد السيدة، وإن العقبات كثيرة وتتطلب منا عمل كبير، ونعمل من أجل عمل تطوعي وتضافر الجهود والاهتمام بالعمل، لأننا نسعى من أجل سلامة الأم والطفل
وخاصة الأمم جميعا. وهذا يتطلب منا عمل واللقاءات مهمة ومتواصلة من أجل تحقيق أهدافنا ونشاطاتنا المرجوة. Un plaidoyer à la hauteur de nos positions respectives des premières dames et des mères de la nation. زيارة السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو لمركز الأعمال والتدريب المهني للنساء والأطفال ببكين القائم بعملية تدريب المرأة والطفل، والذي يدخل ضمن سياسة الحكومة ودور السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو في النهوض بالمرأة والطفل. وما أن وصلت المركز استقبلتها رئيسة المركز السيدة شي أي شيم مديرة المركز، التي قدمت كلمة شكرت من خلالها السيدة الأولى للبلاد على زيارتها المركز الذي يسعى في تقوية العلاقات بين الصين وأفريقيا وخصوصا تشاد. السيدة الأولى للبلاد زارت مختلف مرافق وأقسام المركز، حيث صالة تجمع الأطفال وتدريبهم وتربيتهم، وصالة الرقص والفنون التشكيلية والحياكة والرقص التقليدي، بالإضافة إلى المرافق الأخرى. الزيارة كللت بالنجاح، حيث أكدت فيها السيدة الأولى للبلاد تقاسم هذا التدريب مع التشاديين. زي ما شاهدتوا انتوا اليوم جينا في السنتر الكبير، صح جينا هنا للكونفرنس، لكن انا كنت داير ازور سنتر، والسنتر ده بيكون سنتر للفورماسيون للاوين، تدريب الاوين والاطفال. واليوم شاهدتوا هنا، شفنا السنتر ده مقر كبير، مقر اوين بوجو فوقا وبوجو بلومو بوجو بقلمو الخياطة، بقلمو الغنى، بقلمو الرقيص، بقلمو الآن لأن شفتوا هسا الحجاجات، يعني في بلدنا نشوفوا لنا شغل صعب وحين بشوفوا شغل هاي، وجينا نشوف هذا المثل ونوده في بلدنا في بيت المرأة، وإن شاء الله ربنا قدرانا في بيت المرأة نعمله نفس الشيء، نعمله المهم تدريب نفس التدريب، ويكون لنا الرمز في بلدنا ورمز للمرأة التشادية. لأن اليوم شاهدتوا شفتوا هنا ما إلا الأوين الفرمي، أننا محتاجين للسنتر، كلنا سنتر على الأوين ووهن الشباب في بلدنا. وأخيرا خطت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو كلمة في سجل الزوار، حيث عبرت عن سعادتها وأكدت التبادل المشترك في المجالات المهنية مع هذا المركز الذي وصفته بالاستثنائي.